إذن هذا قصف مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المناطق التي تستهدفها هذه الصواريخ في قطاع غزة. استمعنا قبل ثوان قليلة أصوات ودوي الانفجارات في قطاع غزة بعد دقائق أيضا من قصف متواصل وقصف مشابه لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بعض المناطق أيضا في قطاع غزة. هذا هو في استمرار ربما لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وإن كان هذا اليوم هو اليوم الأعنف في عمليات القصف المتواصل والمستمر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذا القطاع. سحب الدخان هي تصاعد الآن من قطاع غزة، تتصاعد في الحقيقة بكثافة من هذا القطاع في هذه المنطقة تحديدا. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نصف ساعة تقريبا استهدفت مربع الجامعات، هذا المربع الذي يتواجد أو تتواجد فيه جامعة الأزهر في غزة، وأيضا الجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى ومقر وكالة تشغيل غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنوروا وغيرها من المؤسسات الدولية. ستتضح هذه الصورة بعد دقائق من خلال مراسلينا أي المناطق التي استهدفها هذا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. استمعنا قبل ثوان قليلة لدوي الانفجارات، ولربما يكون هناك استهداف لأحد المباني كما حدث طوال أيام ثلاثة، لسيما في صبيحة هذا اليوم تم استهداف 13 بناية وعمارة سكنية مأهولة بالسكان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونشير في الوقت ذاته لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من فريق القاهرة الإخبارية في قطاع غزة بإخلاء مكتبنا في القطاع، وسبق وأن انقطع الاتصال بفريق عملنا في قطاع غزة، بينما تدين القاهرة أو تحمل القاهرة الإخبارية السلطات الإسرائيلية سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وسلامة مراسلينا وفرقنا الطبية في قطاع غزة وفي الضفة وفي القدس وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذن هذه بعض الصور من قطاع غزة والتي ننقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة لآثار القصف الإسرائيلي المتواصل اليوم الثالث على التوالي في قطاع غزة.